أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حررت قوات سوريا الديمقراطية مجموعة جديدة من المدنيين الفارين من مناطق احتلال داعش بمدينة الرقة، كما صدت هجمات التنظيم وتمكنت من قتل 17 فردا. هذا وتمكنت الفرق الخاصة لتحرير المدنيين في قوات سوريا الديمقراطية من تحرير مجموعة أخرى من المدنيين الذين وقعوا في كمين لألغام داعش في حي نزلة إشحادة. قال مصدر استخباري من داخل قضاء الحويجة إن المسؤول الأمني لداعش في القضاء قتل بضربة جوية، وتمكن طيران القوة الجوية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من قتل المسؤول المدعو أبو فارس العراقي أثناء تواجده في أحد مقرات داعش وسط القضاء، بالإضافة إلى قتل 3 من مرافقيه. قتل 5 مسلحين خلال عمليات الملاحقة التي تقوم بها قوات الجيش المصري للإرهابيين في وسط سيناء، ودمرت القوات الجوية مخبأ تحت الأرض تستخدمه الخلايا الإرهابية. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تم اعتقال 3 إرهابيين كانوا يستقلون عربتي نقل، وتم ضبط عربة أخرى محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة. قتل 6 أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة عندما حاول مفجر انتحاري ومسلحون اقتحام معسكر للجيش في جنوب اليمن. واستغل تنظيم القاعدة الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين لزيادة نفوذه في اليمن. أعطت وزارة الدفاع الأمريكية الضوء الأخضر لأكثر من 130 قاعدة عسكرية في أنحاء الولايات المتحدة لإسقاط طائرات بدون طيار تجارية أو خاصة حال تهديدها سلامة الطيران. وتزايد عدد الطائرات بدون طيار بصورة كبيرة في الأجواء الأمريكية في الأعوام الأخيرة، ويواصل التزايد بوتيرة متسارعة. أعلنت حكومة إقليم سيشوان في جنوب غرب الصين أن 23 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من البلاد. وقالت الحكومة في بيان إن الشخصين فقدا بعد الانهيار الأرضي في الإقليم، في حين تم إنقاذ شخص، مشيرة إلى أن الانهيار الأرضي دمر 71 منزلا. وصل وفد من نادي برشلونة إلى إنجلترا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتعتمد خطة برشلونة على إنهاء الصفقة سريعا من أجل التفرغ لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند. نهاية الموجز، إلى اللقاء.